لهذا اليوم. تنضم إلينا من مصر محللات أسواق المالية في إيكويتي جروب أماني رشيد. أهلا وسهلا بك معنا أماني. بداية، لاحظنا ارتفاع واضح في عوائد السندات الأمريكية لمختلف الآجال، وأثر بذلك على مؤشر الدولار، وأيضا الاجتماع كان بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس الفيدرالي الأمريكي. هذه الأنباء وهذه المعطيات كيف تتوقعين أن تؤثر على أداء مؤشر الدولار مع بداية تعاملات هذا الشهر؟ صباح الخير. طبعا عندما نبدا الحديث عن الدولار الامريكي، فبالرغم من استمرار ارتفاعه على المدى البعيد وتوقعات بشان يعني استمرار الفدرالي الامريكي برفع الفائده والذي قد يدعم في نهايه الامر الدولار الامريكي، الا انه الان لا يزال يعني يعاني من انخفاضات قويه او انخفاضات ملحوظه مقابل اغلب العملات الرئيسيه. ياتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه طبعا عوائد السندات الامريكيه من جديد لاجل 10 اعوام، ومن ناحيه اخرى انتظار بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة مقرر صدورها اليوم بصدور بيانات القطاع التصنيعي، ونهاية الأسبوع مع صدور بيانات قطاع سوق العمل أو بيانات الوظائف الأمريكية التي يراقبها الفيدرالي الأمريكي عن كذب. الآن بالرغم من تراجعات الدولار الأمريكي ويعني استمرار تعافي أغلب العملات الرئيسية مقابل الدولار، ولكن بشكل عام الى ان يعني محضر اجتماع الفيدرالي الامريكي بالامس اكد على نوايا الفيدرالي بالاستمرار في السياسه النقديه التجديديه ورفع الفائده خلال الاجتماعات المقبله. نحن الان ننتظر اجتماع يونيو المقبل، توقعات ايضا تدعم استمرار او رفع الفائده من جديد خلال الاجتماع المقبل واغلب الاجتماعات حتى نهايه العام الجاري. كل هذا في الوقت الذي يعني يحاول فيه الفيدرالي الامريكي السيطره على معدلات التضخم مع استقرارها بالقرب من اعلى مستوياتها في 40 عام. وبالرغم من مثلا مؤشر اسعار المستهلكين يعني مؤشر اساسي للتضخم، ومؤشر الانفاق الاستهلاكي ايضا مؤشر يراقبه الفيدرالي لقياس التضخم، بالرغم من بدء تباطؤ تلك المؤشرات وتباطؤ نموها، ولكنها لا تزال مستقره طبعا بالقرب من اعلى مستويات، الامر الذي قد يدعم استمرار الفيدرالي الامريكي في تجديد السياسه النقديه، وبالتالي على المدى البعيد لا يزال الدولار الامريكي يواجه دعم يعني صعودي قوي جدا مقابل اغلب العملات مع استمرار الفيدرالي. وعلى الجانب الاخر استمرار البنوك المركزيه الاخرى في نواياها بتشديد السياسه النقديه يدعم ايضا استقرار اغلب العملات مقابل الدولار الامريكي. نعم، يعني هل نشهد استقرار في اداء اليورو ايضا في ظل هذا التراجع الذي حظي به مؤشر الدولار، وايضا بعد صدور معدلات التضخم في المنطقه الاوروبيه التي وصلت الى قرابه 8%، هذه التاثيرات كيف تصفين اداء اليورو خلال هذه الفتره، وما هي التوقعات مع بدايه تعاملات هذا الشهر تحديدا؟ نعم، في الوقت الذي يعني شهد فيه اليورو تراجعات قويه بدا في التعافي من جديد، ويعني شهد ارتفاعات ملحوظه، فياتي هذا في الوقت طبعا الذي استفاد فيه اليورو من تراجعات الدولار الامريكي وانخفاض الدولار الامريكي. ومن ناحيه اخرى تصريحات كريستين لاجارد محافظ البنك في الفتره الماضيه بان البنك قد يبدا في رفع الفائده قبل يعني ربع او قبل انتهاء الربع الثالث من العام، وبالتالي يعني هذا الامر ايضا دعم استقرار اليورو. الان بالرغم من التحديات التي تواجه اقتصاد المنطقة سواء باستمرار التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا، طبعا باعتبار أن روسيا شريك تجاري أساسي لأوروبا، وأن يعني الصادرات الروسية أغلبها أو واردات أوروبا من الغاز والنفط قادم من روسيا، وبالتالي يعني فرض أي عقوبات قد يؤثر على أسعار السلع وعلى يعني الاقتصاد الأوروبي. ولكن استقرار التضخم كما أشارت البيانات بالأمس بالقرب من أعلى مستوياته أو تسجيل مستويات قياسية منذ نشأة منطقة اليورو، هذا الأمر تسبب في زيادة الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي بالرغم من يعني استمرار البيانات المخيبة للأمان، ولكن ارتفاع التضخم بهذا الشكل واستقراره عند أعلى مستوياته منذ نشأة المنطقة تسبب في احتمالات أو زيادة احتمالات توجه أيضا البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة، بل أن أيضا هناك توقعات بأن البنك المركزي قد ينهي برامج شراء الأصول في وقت أبكر من المتوقع في محاولة للسيطرة على استمرار ارتفاع أسعار السلع القادمة أو التي تسببت فيها الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. وبالتالي أيضا في الوقت الذي يعني يبدأ فيه الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة بوتيرة سريعة، نجد أن اليورو تمكن من الثبات والحفاظ على استقراره أيضا مع توقعات بدء البنك المركزي الأوروبي في رفع الفائدة هي أيضا. نعم، يعني ذهب المركزي الأوروبي نحو سياسة تجديد النقدي بعد حالة من يعني الثبات والتسهيل الذي كان يتبعه قبل قرارات
الفيدرالي الأمريكي. إذا ما تحدثنا عن الفروقات بقرارات البنوك المركزية عن المركزي التركي، لاحظنا حالة من ثبات الفائدة بالرغم من معدلات التضخم المرتفعة. كيف تصفين أداء الليرة التركية خلال تعاملات الشهر الماضي؟ هل أغلقت فعلا بالمنطقة الحمراء؟ بالفعل الليرة التركية لا يزال يعاني من تراجعات قوية مقابل الدولار الأمريكي. نحن نتحدث عن معدلات تضخم قوية جدا وصلت لمستويات 69%، يعني تلك المعدلات تسببت في زيادة الضغوطات على البنك المركزي التركي. من المفترض أن يبدأ البنك المركزي في يعني اتباع أغلب البنوك المركزية الأخرى وتشديد السياسة النقدية مع ارتفاع معدلات التضخم بتلك الوتيرة، ولكن البنك المركزي التركي على الجانب الآخر يعني يتبنى سياسة خفض الفائدة في محاولة لزيادة الميزة التنافسية للسلع المصدرة، وفي نفس الوقت يعني دعم الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات. ولكن تلك السياسات يعني بالرغم من يعني نجاحها، أو قد ممكن أن تكون هناك يعني نجاح أيضا لدعم الاستثمارات أو لزيادة الميزة التنافسية للسلع التركية، ولكن هذا الأمر على المدى القصير تسبب في استمرار يعني ارتفاع حالة العزوف عن المخاطرة والابتعاد عن الليرة التركية مع استمرار ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه. الان التوقعات تدعم يعني بقاء البنك المركزي التركي على الفائده، ولكنه لا يزال يتبنى السياسه النقديه التوسعيه. ففي الوقت الذي اغلب البنوك المركزيه تبدا في تشديد السياسه النقديه ورفع الفائده وعلى الاسهم طبعا الفيدرالي الامريكي، سياسات التوسعيه للبنك المركزي التركي تضغط على الليره، وبالتالي حتى الان او حتى الاوضاع الاقتصاديه الان لا تزال داعمه لارتفاع الدولار الامريكي طبعا مقابل الليرة التركية الذي تتراجع بشكل قوي مع استمرار تلك السياسات. نعم، محللة الأسواق.